فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب، فصل في قراءة، ما زلنا في تعظيم القرآن. ترك قراءة القرآن في الحمام والكنف والمواضع التي لا تليق. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمر عليه رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رد السلام تحاشاه النبي، فكيف بترتيل كلام الله جل في علاه؟ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أنه بلغني أن أهل الأمصار اتخذوا الحمامات فلا يدخلن أحد، أو قال مسلم، إلا بمئزر ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخرج منه، أو قال لا يذكر الله فيه اسما حتى يخرج منه، ولا يستنقع اثنان في حوض. وطبعا هنا أيضا فيه تعظيم كلام الله جل وعلا، لأن في الحمامات لا 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 يفهم من الحمامات التي هي الكنف. الحمامات هنا المقصود بها حمامات البخار، ومعروفة الحمامات المغربية، فهذه تظهر فيها العورات، لذلك قال لا يذكر فيها اسم الله جل في علاه. فهذا الفصل أتى به المصنف على أن الإنسان واجب عليه توقير الله جل في علاه بتوقير كلامه، وتوقير كلام الله جل في علاه يتأتى بتوقير بتلاوته في المواطن، وأيضا بالهيئات التي ترضي الله جل في علاه. كان يقرأه متوضئا مستقبلا القبلة، وأيضا قد كان تقرأه المرأة مجلببة، وإن لم يكن هذا على الأفضلية قلت، يعني يجوز أن يقرأه غيبا بغير وضوء، يجوز أن تقرأه وهي بمهنة البيت، يجوز. أنا أتكلم على الأفضلية. ولذلك قالوا ونهوا، كانوا ينهون عن القراءة في الحمامات. لما؟ قالوا أن القراءة في الحمامات قد تظهر فيها العورات، وما يظهر فيه العورات لا يجوز القراءة فيه، ليس على الحرمة ولكن على باب التوقير والتعظيم. ما لكم لا ترجون الله وقارا، وشأن الله أعظم. طبعا أعظم ذلك أن يذكر في الكنف، أو يدخل به في الكنف في الحمامات. أما بالنسبة للأيبادات أو الهواتف فإنه يغلقها إذا دخل، ما دامت تحوي وتحمل المصحف، أدبا مع الله جل وعلا وتعظيما لكتاب الله جل في علاه. يقال بأن بشر الحافي الذي كان من أعظم الناس زهدا، ومن أعظم الناس يعني تعبدا وتنسكا، هو كان قبل ذلك يعني كان بعيدا جدا في هذا الباب، لكنه لما رأى يعني ورقة مكتوب فيها اسم الله، لكن وراها وسط النجاسات غار واشتد الأمر عليه، فهرع إليها وأخذها ونظفها وحفظها. فكافأه الله بهذا التعظيم، أن عظم الإيمان في قلبه. فصار الإمام أحمد عندما يشتكون من بشر الحافي أنه لا يحضر مجالس العلم ولا يهتم بالعلم، يقول قولا عجيبا، يقول: والله ما تعلمنا العلم إلا لنفعل مثل ما فعل بشر الحافي، ما تعلمنا العلم إلا لنفعل مثل ما فعل بشر الحافي. نعم هي. وأسعدكم الله، لكننا انتهينا الآن الفوائد المستنبطة. تعظيم الله بتعظيم كلامه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. حسن الأدب عند ذكر الرب من خصال الإيمان. حسن الأدب عند ذكر الرب من خصال الإيمان. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقه كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.